معك مجاهد. نحن الآن داخل قسم الأزبكية، سنتحاور مع مأمور الاسم سيادة العميد محمد مدكور، وهو أحد أطراف المشكلة التي أثيرت يوم أمس. أهلا بك سيادة العميد. أهلا بحضرتك يا فندم. ممكن حضرتك تحكي لنا المشكلة إيه؟ والله حضرتك بالأمس حوالي الساعة حوالي 9:15 صباحا، كنت أنا بمر على مدار رمسيس وعلى الخدمات اللي موجودة فيه، تحديدا في منطقه اول الجلاء اللي احنا بنسميها منطقه الطب الشرعي. دي المنطقه الوحيده اللي فيها فتحه المشاه لمدار رمسيس. كل اللي جاي من المحطه او من محطه مصر او من كوبري الليمون بيمشي من قدام عماره الهندسه، بيخش على فتحه المشاه لامام الطب الشرعي، بيعدي الشارع الى عماره رمسيس، ومنها الى مسجد الفتح الى شارع الجمهوريه، ودي الفتحه الوحيده اللي موجوده في الميدان للمشاه. لقيت في اكتر من 4 أو 5 عربيات ميكروباص واقفين مواقف عشوائيه بتحمل بعض محافظات الاقاليم. البعض اللي كان موجود وشافني جايب العربيه خد عربيته وانصرف على الفور، وحتى اتاسف ليه، انا اسف انا هطلع على الموقف بتاعي في عبود. لقيت في عربيه ميكروباص بيضاء اللون وفيها سائق، يعني شاورت له اتفضل اطلع، فلقيته قال لي لا انا مش طالع. نزلت من العربيه قلت له مش انا المامور الاسم، وبقول لحضرتك اتفضل اطلع روح على موقفك الرسمي في عبود، هنا مفيش مواقف عشوائيه. لو انا هعمل محضر هعمل لك محضر ان انت في موقف عشوائي وبتعطل حركه المرور، هتدفع حوالي 1200 جنيه غرامه للمخالفات اللي عملها لك، اطلع وروح حمل مع زمايلك في عبود. قال لي لا انا مش طالع. طب لو سمحت هات الرخص. قال لي ما فيش رخص. قلت له طب سمحت انزل من العربيه. قال لي مش نازل من العربيه. بدا في اللحظه دي يتجمع عدد كبير من المواطنين اللي رايح اشغاله ورايح عمله، بداوا يكلموه ويقولوا له ان انت تتكلم بادب، المامور بيقول لك لو سمحت تمشي مش عايز تمشي، لو سمحت طلع الرخص مش عايز تطلع الرخص، لو سمحت تنزل من العربيه مش عايز تنزل من العربيه. بدأ السواق ينفعل أكتر وبدأ يوجه السباب للشرطة. هو داخل العربية؟ هو قاعد في العربية. وللمواطنين اللي اتجمعت بأعداد كبيرة جدا، ممكن وصل يمكن لأكتر من 200 أو 300 مواطن. بعد كده الناس قالت لازم تنزل من العربية، فأنا حتى جيت من جنب الباب قلت له أنا بنصحك انزل من العربية بكرامتك، محدش هيهينك، اديله الرخص وخد العربية واسبقني قدام الاسم. لان انت طبعا شتمتنا وشتمت الناس دي اللي بره ديت اللي واقفه قدام العربيه مش هتسيبك، لو انا مشيت هيبهدلوك. قلت له بنفس الاسلوب كده لو سمحت انزل العربيه. طبعا تطاول اكتر في السباب الشتم، الجماهير صارت عليه، لان كنت انا لوحدي ومعايا سواق العربيه فقط ومعايش اي قوات من الشرطه يعني. دخلوا نزلوه بالعربيه بالقوه فعلا يعني. وبعد ما نزل من العربية قالوا له اد الرخص للسيد المأمور. كنت انا واقف على يمينه على يمين دراعه، قلت له لو سمحت هات الرخص، وبعد ما تجيب الرخص اطلع الاسم. فوجئت ان هو بظهر ايده يعني بوجه ضربة قوية جدا ليا في وشي. انا طبعا فوجئت ان الموقف، انا بقى يعني في الدايرة بقى لي 3 سنين والناس معظمها عارفاني، ف ما اتوقعش ان يبقى في رد فعل من السواق بالطريقه ديت. طبعا ده اثار حفظت الناس، انا لقيت جمع رهيب من المواطنين من كل الجهات بيجري وبينهال على السواق لما شافوا المنظر يعني. حضرتك رد فعلك ايه يا فندم؟ انا رجعت الاول ورا شويه، التجمع كان جامد قوي، كان 200 او اكتر، نزلوا على السواق المواطنين ضرب ووقعوه في الارض. انا حتى قلت لهم كفايه 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 خلاص هنتخذ الاجراء القانوني ضده، فبداوا يمتثلوا وشالوه حطوه في العربيه بتاعت الشرطه وتوجهنا بيه للاسم. اول ما جيت الاسم على طول ناديت لرئيس الدوريه، معانا عربيه الطرحلات الصغيره، قلت له خده السواق ده واطلع بيه على مستشفى القبطي، لان في بعض المواطنين تعدوا عليه بالضرب علشان هو تعدى عليا يعني. خدوا الضابط وطلع على مستشفى القبط فعلا، وقع كشف الطب عليه هناك، وجيت تقرير طبي وجود بعض السحاجات والكدمات متفرقه بالجسم، وان حالته الصحيه سليمه وما فيش اي كسور ما فيش اي نزيف داخلي.
يعني وحضرتك لما بدأ الاحتكاك معاه والتجمع، حضرتك ما استدعيتش اي قوات او اي عربيات ناجده عشان تأتي وتساند حضرتك في الموقف اللي حضرتك كنت واقف فيه؟ انا بعيد عن القسم حوالي 60 70 متر او 50 متر بالكتير. ثانيا ان المواطنين ما ادولوش فرصه، لان انا فوجئت، انا كنت عايز انقذه من وسط المواطنين. طبعا لقيت المواطنين يعني صار غضبهم جدا من الموقف اللي حصل. يعني مفيش قوات جت اكتر من العربيه بتاع حضرتك؟ ابدا ما فيش اي قوات شرطيه ظاهره خالص، كان كل المواطنين اثار حافظتهم والسباب وصفعوا على الوجه والكلام ده، تجمعوا عليه وفعلا تعدوا عليه بالضرب. وانا اللي زعقت فيهم بعد كده وقلت لهم خلاص خلاص، ده هنتخذ الاجراء القانوني ضده. وجينا هنا وديناه المستشفى برضه عشان لو في اي حاجه، مستشفى القبطي، وتم عمل اسعافات له وحالته الصحيه كويسه. وجي هنا كان في شهود، منهم احد المسؤول العلاقات في منظمه حقوق الانسان، فمشتغل مرر بالصدفه يعني لقى المشهد بالصدفه وما عجبوش الوضع وقال لي ده شغل بلطجه، وحتى ادلى بشهادته في المحضر يعني باللي حصل بالظبط من المواطنين. بعد كده عملنا المحضر وتوجيه، احنا نوديه النيابه العسكريه للقوات المسلحه اللي في الحي العاشر. في ضابط خده مع القوة اللازمة في عربية ترحيلات وتوجه إلى النيابة العسكرية. وهو عند مسجد النور اتصل بيا الضابط، قال لي إن المتهم اللي في العربية في حالة عياء شديدة جدا. قلت له طب بص عليه وقف شوف العربية. بص عليه قال لي في حالته الصحية عياء، ويعني قلت له طب اطلع بسرعة على أقرب مستشفى. أقرب مستشفى ليك إيه؟ مستشفى الدمرداش. لو سمحت اطلع بسرعه على مستشفى الدمرداش. طلع فعلا على مستشفى الدمرداش، لف من خلف مسجد النور ورجع ودخل على الاستقبال ونزل الدكاتره، كان توفى الى رحمه الله تعالى. وبعد كده التوجيه جه ان احنا المحضر اتحول الى النيابه العامه لتتولى التحقيق. والنيابه العامه فعلا تولت التحقيق، سالت الشهود، عينت الجثه. في تقرير طبي؟ في تقرير طبي. تقرير طبي قال ايه تقرير طبي بسبب الوفاء؟ لا لسه، كان النيابه امرت بعد كده بالتشريح، تشريح الجثه لبيان سبب الوفاه. والتشريح المبدئي حتى قال ان في بعض الكدمات والسحاجات متفرقه ببعض اجزاء من الجسم لا تؤدي الى الوفاه، لا توجد كسور، لا يوجد اي نزيف داخلي. تم اخذ بعض الاحشاء لبيان للدراسه والتحليل، وهم هيخاطبوا النيابه العامه بنتيجه هذا الفحص. اهالي الضحيه مين النهارده؟ جه عمه وجي بقى ولاد عمه وحوالي محامي معاهم حوالي سته او سبعه من البلد، وان هم قعدنا معاهم وافهمناهم حقيقه الموضوع بالكامل اللي حصل بالظبط زي ما قلت لحضرتك بالظبط نفس الخطوات دي. وفعلا اقتنعوا بالكلام ده، قالوا الكلام ده يسمعوا بس والده وبقيه عمامه جايين من البلد، بقوا 25 واحد. اتفضلوا يا جماعه علشان نتخذ برضو نخلص الاجراءات واجراءات دفن الجثه والكلام ده. طبعا دخل بيه بعض العناصر بدات تسخنهم، قال لهم كانوا مقتنعين جدا ان مفيش اي حاجه، وطلعوا على ميدان التحرير. نقلوا صوره خاطئه ان في متهم في اسم الازبكيه توفى الان، وان الشرطه ضربته ومرمي قدام اسم الازبكيه. طبعا الناس اللي في التحرير صارت وجايه سايره جدا. طلعنا حوالي، كان حوالي 300 400 واحد. طلعت انا والسيد المساعد ورئيس المباحث والقيادات الموجوده وتفاهمنا معاهم، تم التفاهم معاهم. ادخلت هنا حوالي سبعه او ثمانيه منهم حتى الاخ اللي كان موجود هنا معانا في محيط الموضوع. قالوا لا احنا ضحك علينا. والاخ اللي طلع على المنصه في التحرير قال لنا صوره خاطئه، وطلعوا يقولوا لزمايلهم الحقيقه اللي حصلت بالظبط. وبعد كده رجعوا لي قالوا لي في عناصر دخلت مش من الناس اللي كانت جايه معانا في التحرير، ما نعرفهاش. حتى هم بداوا يدافعوا عن الاسم معانا، السته او السبعه اللي كانوا واقفين. الموقف الحالي الان مفيش حاجه الحمد لله، وتحت السيطره والاسم سليم ومفيش اي حاجه خالص. ربما يتساءل البعض يعني هل بعض الكدمات والكسحات ممكن تؤدي الى الوفاه؟ لا، التقرير الطبي والكلام ده ما فيش حاجه من دي خالص لا تؤدي الى، حتى التقرير اللي انا عرفته من الطبيب الشرعي ان وجود خدمات واستعجالات لا تؤدي الى الوفاه. انما احنا يعني ما زال الان امر امام النيابه وفي انتظار التقرير نتيجه التشريح. تمام كده، والنيابه العامه بتحقق في الموضوع.
التجمهر خارج القسم الان كيف سيتم التعامل معه؟ موجود السيد الرئيس سعد الوزير ومدير الامن، وبيتم التعامل معهم بحكمه باجراء الحوار، وان هم يعرفوا حقيقه الموضوع، لان اتنقل لهم الصوره خاطئه جدا يعني غير اللي حصل خالص يعني. شكرا حضرتك. عفوا يا فندم.